صافا بخير كلشي مزيان. قولوا لي دير اشتراف اللي خصنا نديرو اليوم. سيريا اياها سيدي. سيريا 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 وا كلشي السيريا الطاليان. وعلاش حنا ما نديروش واحد العيبه نديرو الطاليان والسيريا؟ لا مزيان الطاليان والسيريا. السلام عليكم الاخوان ومرحبا بكم في فيديو جديد. مرحبا بكم الاخوان في الدرافت. يس يس رجعنا اف سي 24 وماشي اي رجعه. اول حاجه هو انه ما عرفتش واش واجدين ولا مواد جديدش، ولكن غادي تكون فيديو كل نهار مع 8. وبني كنقولوا فيديو كل نهار مع 8 امتى؟ في رمضان. فحنا كنهضروا على مهنه لاعب اللي غادي تكون كل نهار الاخوان. اوكي سو باش ما نطولوش بزاف، الفرقه اللي غادي نلعب معاها غادي تلقاوها في العشرين الثانيه اللي هي دانس اوف. نحط لكم فلوق الاخوان اللي كنشرح فيه كاع لي زيتاب اللي درتهم باش انني نسيني مع هذه الفرقه هذه. فما تضيعوهاش، سيروا تفرجوا في الفلوق غادي يعجبكم. انا متاكد انه غادي يعجبكم حيت انا عارف الخدمه ديالو ونتيقا من راسي وعارف راسي بروفيسيونيل. صور باش انكم تشجعونا الاخوان باش نبقى ندير لكم فلوقات بزاف. فغتلقاو الفيديو هنايا اوكي، وركوا على هاد اللعيبه هادي، سيروا تفرجوا فيها ورجعوا كملوا درافت معانا. درافت ديال اليوم غادي تكون كيف ما كتشوفوا طاليان، يعني اي لاعب جنسيته طاليانيه فغادي نعزلو. ولا ليجند، كان ليجند حتى هو غادي نعزلوه. ولا شي لاعب من جنسيه واحده اخرى ولكن كيلعب في السيري ا ولا داز من السيري ا. يعني شنو كيعني هادشي كامل؟ كيعني انه خصنا اليوم تكون عندنا واحد الثقافه كرويه. اي يا سيدي ثقافه كرويه كيعني هادشي انه ما خصنا نزقلو حتى شي لعاب، يعني كل لعاب خصنا فريمون نشوفو واش داز من السيري ا، يعني كان كيلعب في الدوري الايطالي ولا ما كانش كيلعب فيه، باش اننا نحددو واحد التشكيله ان شاء الله اللي تكون ديال 11 لعاب. غير هو الاخوان قبل ما نبداو مع الفيديو ما تنساوش بيان سير زر لايك كومونتير واشتركوا في القناه، راه اللي جاي نار نار يا حبيبي نار. اوبا ميكانو. غير هو اليوم جيت نهضر لكم على السفر ديالي اللي كان في الكوت ديفوار واللي كان عامر بالافاده والمعلومات وبزاف الثقافات. واخر حاجه كنت كنتوقعها هو انه المغاربه هما اللي حاكمين لافريك في التجاره الالكترونيه. وانا عارفك غتسولني كيفاش المغاربه حاكمين الاي كوميرس هنا في لافريك، فانا تحتي فرصه باش انا نكون في كوت ديفوار واللي تعرفت سور بلاس على الخدمات ديالهم في هذا المجال واللي ماليها مغاربه واللي كانوا كيتكلفوا باستيراد اي منتوج في العالم لبزاف ديال الدول الافريقيه، حيث انهم كانوا كيجيريو من اتل زد لومبالاج التخزين الكونفيرماسيون والليفريزون، ومقابل هادشي كياخذوا واحد لا كوميسيون اللي هي صغيره، واللي بقى لك كيصيفطوا في الحساب البنكي ديالك، زيد عليها كيخليو لك الادس والماركتينغ. وحنا الناس اللي ما عندناش فكره على هذا الدومين هذا فراهما خلاو لنا دوره احترافيه مجانيه في يوتيوب باش انا نتعلم، حيث ان سي او دي ان افريكا قررت انها تكون الاولى في المغرب في هذا المجال، حيت بيان سور وراها ناس معقولين وكيخدموا من نيتهم. ونزيدكم واحد الجروب تيليجرام اللي كتعتبر من احسن الجروب تيليجرام في المغرب بالنسبه لي باريس سبورتيف، فهما غادي يعاونوكم بزاف. فراك شي مهتم بالامر غتلقى اللينك في الديسكريبسيون اول كومونتير. وا خصني نشري عاوتاني. وا خويا راه فلوسي كاع مشاو ليا انا، راه مشاو ليا فلوسي كاملين الاخوان. ترى اخويا ما رابح معاكم والو، انا كنجيك باش نربح الفلوس نورمالمون باش نضرب العاقه ونولي ندور عليكم حتى باللومبرغيني، كنجيك نخسر فلوسي. باغينا حتى حنا نديرو الدراري اللومبرغيني ونولي حتى بحال شي ابو فلا وكنشير عليكم بالتليفونات. اذا كيف ما كتلاحظوا الاخوان خلصنا 700 اللي هي 50 درهم، دابا هادشي هذا طالعنا ب 500 درهم، دابا هادشي هذا طالعنا ب 50 درهم. اوكي اول حاجه غادي يعطيونا الخطه الاخوان اللي هي 4-4-1-1 هجوميه، 4-2-2-2 اللي كتبان لي هي مزيانه الصراحه، 3-4-3 مسطحه، 4-3-3 دفاعيه، و 5-3-2 ما عرفتش الصراحه. وانا ما غاديش نقول فهمتي، هذا الدراري ديال ستريم. ولا كنتي باقي ما جيتش عندنا الستريم اللي هو في تويتش فين كنستريميو كل نهار اللي هو دانس تي في، جي عندنا مرحبا بك باش حتى تجاوب باش حتى تتفرج قبل ما تتفرج في يوتيوب وفهمني يا صاحبي. يلا الدراري الخطه اللي بغيتونا نلعبوا بها 4-2-2-2 4-2-2-2 3-4-3 4-3-3-3 4-3-3 اوكي، الاغلبيه 4-3-3 دفاعيه. اوكي درنا نلعبوا ب 4-3-3 سير على الله وغنشوفوا الكابيتان على الله يكون نيشان طالياني باش ندخلوا نيشان فين؟ درافت. اوكي دابا خصنا نشوفوا واش كان شي واحد لعب في السيريا. اوكي ما لعب مع حتى شي واحد الدراري، كيف ما قلنا الا خرجت لنا شي كارت ايكون، كارت ايكون ديزا ما كنناقشوهاش باش نكونوا واضحين. اوكي يلا سير الاس تي دابا ما كرهناش. شكون اوسيمان؟ اوسيمان اوسيمان اخويا اوسيمان، يلا شفت اوسيمان قلت اوسيمان جاتني اوسيمان. كون قلت شي 100 مليون ولا نقول 100 ولا نقول مليون سبسكرايبر، كون قلت دابا مليون سبسكرايبر في اليوتيوب ودابا جاتنا الاخوان. يلا شو شك ديما كنطلبها رخيصه صاحبي ما يمكنش. خرجوا لنا ثلاثه اللعابه تخيلوا معايا، ثلاثه اللعابه من السيريا عندنا ديبالا اوسيمان وتورام، دونك غناخذوا اوسيمان بيان سور احسن اس تي كاين دابا في السيريا باش نكونوا واضحين. دونك احنا بادين دابا مزيان، جوج لعابه من الديفي اللي دايرين يعني التحدي اللي دايرين بلان. دابا غنمشيو مع الار دبليو على بركه الله، يلا فيفا
طلع لنا فيفا شي حاجه. طلع لينا غونزاليس. غونزاليس اخويا ارجنتيني وفين كيلعب؟ فيورنتينا. والله ما شفتها بالله. عارفه كنعرفو هذا، راه كان كيلعب مع امرابط قديم قديم. دابا حنا غنخليو غارينشا وغنديو غونزاليس، ولكن هذا هو الديف الدراري، حنا كنريسبكتيو التحديات. اوكي يلا شوف يا ربي بقى غادي تشي بحال هكا. يا ربي دعيتك راه حاط 50 درهم يا ربي. راه كنت شحال هذيك اللعبه على 5 درهم في الماتش، الدرب كنلعب على 5 درهم، كنقول لك رجل كتخليها في الارض كطايف مع الدرب كامل داخل موسخ مجخمر. دابا راه حاطين 50 درهم، دونك ما خاصهم يمشيو لنا فلوس. يلا سي ام ما كرهناش شي واحد من السيريا. اوكي دونك اريكسن لعب في الانتر رابع لعب. تخيلوا معايا تحدي ديال اننا نلعبوا اللعبه ديال السيريا، اربعه اللعبه دخلوا ديجا في التحدي، ما يمكنش. صافي هاد الدرافت هادي ان شاء الله غادي نكادو هادشي ديالنا كامل. اوكي يلا سي دي ام دابا ما كرهناش شي واحد عاوتاني. نيشان فهمت، نيشان ندخلوا. او خرج لينا كلوز الدراري ولعب في لاتسيو. عارفه دابا ما يمكنش التحدي هذا غادي مزيان الدراري. لعب مع لاتسيو. يلا سي دي ام كلوزي حاجه اللي واعره. يلا سي دي ام الثاني. شوفوا كلشي غادي بخير، كلشي غادي على خير. و ماتيتش عندي الشك فيه. ماتيتش لعب في روما، ما متاكدش صراحه. ماتيتش يا لعب في روما، ماتيتش يا لعب في روما، لعب في روما اخويا، لعب في روما. ليتس جو يلا ماتيتش لعب في روما. اوكي والله الا شوفوا دابا بقى لنا غير الديفونس. دابا الار بي، انا الار بي ديما كنقول لكم حكيمي، حيت حكيمي سبحان الله واحد البروفيل ديال كيدوز من اي حاجه. كيفاش كيدوز من اي حاجه؟ هو اصلا لعب في الانتر، يعني دابا خرج لنا حكيمي ومغربي شي حاجه اللي صافي بليزير. اوكي يلا الار بي دابا حكيمي. لاتزاري عرفتو غيخرج لنا لاتزاري؟ والله انت عرفت، لا ما نحلفش، عرفت لاتزاري غيخرج لنا. لاتزاري اللاعب ديال نابولي ناري. شوفوا ديفي غادي واعر. تخيلوا معايا كل العاب كيخرج لنا من السيريا، ما يمكنش اخويا الزين. اول مره يطرى لي هادشي، هذا الزر اللي عندي اليوم ما فهمتش علاش. واش غنديو الدرافت؟ الله اعلم. هادشي هذا كيعني حاجه وحده، هو انه هادشي ديال السيريا غادي يكون هربع، يعني مهنه لاعب فهمه. يلا لاتزاري ار بي. غنمشيو دابا مع ال بي. ما كرهتش الصراحه روبرتو كارلوس، والله ما كرهت روبرتو كارلوس، ليجند ايكون ولعب في الانتر على بركه الله. يلا انا حاس انه غتخرج لنا شي لعبه. اوكي دابا خصنا نرجعوا السين ان شاء الله شويه. الله هاد تيرني عمرو لعب، هذا عمرو لعب في السيريا سي سوري سيرتا. هادي دريه كدير كلشي الا انها تلعب في السيريا. كرشاوي الله يسهل عليها، الله يعمرها دار. رولفو حتى هي مسكينه صاحبه كرشاوي كتخرج ويا البواط كيزاوب بالليل. وعندنا اكونيا ما عمرو لعب في السيريا، فغناخذوا الكرشاوي بانها فهمتي اصول مغربيه لعيبات، فغناخذوا الكرشاوي. اوكي سي بي اتش. سي بي اتش ملي كندوي على سي بي راه عطا الله. شوف راه ما يمكنش، راه عندك مالديني، عندك قيامه الكحله اللي داز في السيريا طاليانيين، يعني راه ما تعطيونا اختي فيفا تعاملي وعطينا شي حاجه مزيان. يلا اول حاجه اوكي ماشي السي بي اللي كنا نتمناوه، ولكن كينتمي للسيريا دونك ديز كولاتسيناتشي. المهم السميه ديالو هي بلاند. يلا السي بي الثاني كلشي حاجه احسن. يلا مالديني بليز. الصراحه غمقوا علينا في هادشي ديال السيريا. غناخذوا هاد جيميستي اللي كيلعب في بيرغامو كالتشي. بيرغامو كاين هاد الفرقه دي بيرغامو هي اتلانتا يا هذا ديال اتلانتا. دابا حنا غادي مزيان. يلا شي دوناروما اوكي كونسيلي اسمياتهم معكلين. والله الا اسمياتهم معكلين. سومر حتى هو مزيان كيلعب في الانتر، كنظن غادي سومر قويين. يا راكم شفتوا الماتشات اللي كيدير في اليورو، بين اعرق الحراس على الصعيد الاوروبي. دونك غناخذوا سومر ومزيانه كيلعب مع الانتر. دونك دابا عندنا لعابه وحده اللي ما كايناش في السريه، عندنا وحده. يعني دابا تخيلوا معايا الاخوان هاد الشونجمون كامل اللي كتشوفوا فيه هنايا كامل، خاص يخرج لنا لعاب واحد ونكملوا التحدي. يعني الا ما خرجش واحد راه فريمون كاينه شي حاجه ماشي تلي، باش نكونوا واضحين. انا والله تمدوش باش نكون واضحين. اول لعاب غادي يكون عندنا. صافي سالينا التحدي، درناها. لا قولوها، لا ممكن تقولوها، قولها درناها. تشيزينكي ما شفتش دوناروما. تخيلوا معايا دوناروما. اوكي دوناروما اللي كان مشى للبي اس جي، نيشان من ميلان للبي اس جي مشى نيشان. ولكن راكم عاقلين على ديك اللقطه اللي كانوا كيلوحوا عليه الفلوس، قالوا لي انت كلب مال. احنا ما غنتعاملوش مع هذه المعامله الصراحه، احنا غنجيبوا واحد. وبهذا غنكونوا سالينا التحدي اخويا الزين. دابا اللي جانا دابا غنعزل اللعابه الناهضين. سالينا التحدي درناه. دونك دوناروما لا بلاتي، شنو دوناروما غنلعبوا ال بي. يلا شكون دابا؟ ميندي، لويس، غرينوود.
اوكي مين ديال الدراري اون سي جامي فهمتي باش نخرجوا هذه اختنا يلا بقاوش كيعطيونا السريه ما لاحظتوش نهار يكون ما جبناش هذوك اللعابه كون تصيد يلا غناخذوا غونا حيت خاصنا سي بي سي بي عندنا عيانين بجوج هذوك ميتين يلا زيد شي حاجه مليحه والو توز زيد شكون هو ما عرفتش شكون غناخذ صراحه اي ثينك غناخذ برونو بلان يلا خليت ولعب في اسي ميلان دابا ما عندكم ما تقولوا لي ميلان خليت احسن سي دي وعندنا هاد كرامو كيما ناخذوش غناخذو خليت كارطا مليحه وغادي يعوض لينا شي واحد هنا اللي هو هذا صافي نكونوا واضحين كاش تخلي هذا يكون نخلي خليت في البونتوش اوكي او دابا عندنا شي لعبه فيرون عاقل على هاد اللعب والله العاقل على هاد اللعب فيرون فين لعب فيرون سي ام اللهم بارك راكم شفتوا الفرقه كامل اللي لعب اليوم ديال السيريا دونك مرحبا بك اخويا نلعب بلاص اريكس يلا دابا بقاو لنا 5 ديال لي شونجمون 5 او محمد صلاح لعب في روما ياه محمد صلاح لعب في روما بلان 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 اوكي غناخذ محمد صلاح غنجيبو بلاصه خونا هذا سالينا خويا الزين يلا 4 لعابه ونساليو الدرافت بليز شي سيبي مليح ما عندناش سيبيات ناقصه في السيبيات صراحه دم فريز احسن من هذا بعدا هذيك الكرشاوي خصنا نلقى لها شي حل واه الدفاع عندي ناقصه شي واحد طالياني هنا والو اوكي دونك انا ما كاين حتى شي لعاب غنديو موسيالا حيت ما كاين حتى شي واحد اوكي دي ماريا اليوفي اوكي دي ماريا لعب في اليوفي بلان يلا اخر لعاب شي سيبي مليح بليز ديبالا فريمون عندي فرقه زوينه فرقه فريمون زوينه لكن المشكل الوحيد اللي عندها هو انه ما عندناش ديفونس دونك اول حاجه خصني نحيد هذيك الكرشاوي حيت ما يمكنش تلعب هي ويبقى واحد ديال السيريا في البونتوش دونك ندخلو بلاصه هذا كيف ما كتشوفوا معايا الاخوان فرقه 100% طاليانيه ولا من السيريا يعني احترمنا الشروط اللي كنا درنا عليهم التحدي هذا فشي حاجه اللي زوين دابا الا بغينا نختموها ولا بغينا نديروا واحد الدرافت اللي واعره خاص يكون طالياني ولا كيدرب في السيريا المدرب ايزي طالياني صافي ختمناها درنا كلشي صافي درنا كلشي شوف احسن درافت احسن انطلاقه عمرني انطلقت بحال هكا فشي درافت ديما الدرافت خصني نعاود شي 60 في خطره دابا درناها مزيان حتى الايديتور ما غيتعذبش عرفتي دابا شكون اللي فرحان الايديتور دابا قسما بالله الا الايديتور دابا شوف والله حتى كينقز بالفرحه والله جاب لي الله واحد الرزق حلال طيبه ايزي اذا كيف ما كتشوفوا كنجيبوا التقييم ديال 112 شي حاجه اللي واعره 25 في التناغم المهم انا متاكد انه غادي نديو هاد الدرافت ما عرفتش علاش حاس انني غندي هاد الدرافت يعني بالرجول يلا اللهم بارك اخويا اللهم فين غادي اخويا بجد اخويا فين يلا انا كنقول غنربح وخاص صراحة لما تليفي اخويا تعامل غير مرة في حياتك بليز كون راجل وا الدراري ما عنديش الحق نخسر هذا الماتش نقول لكم علاش ما عنديش الحق نخسر شوفوا لي الفوق او اس اس هذا من سطيف جزائري ولا سينو تونسي يعني هذا لاعبين على الترابو دابا هاي هنا سير اخويا صلاح اش كيدير هذاك باغي يضربها بهالاند سير اخو سيمان سير دغيا هي جيجي اخويا جيجي اخويا سجل يا تاريخ وما يمكنش تزهر لي عندي هاد النهار تزهر لي عندي اليوم وقسما بالله عمرني شفتو في حياتي تخيلوا معايا الاخوان كاين الناس كتعيش كل نهار بتزهر لي عندي دابا سير ويلي 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 هي لا يلعبوك هي هو بيت اخويا لا 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 لا, لا, لا. عارف شو حطه والله بقيت تابع البارة عندي الزهر سير هرب هاي غتجي عندك هادي دير لها بحال هكا هي سير دوز اصاحبي دوز اصاحبي ما تيريش جيجي خوليد والو ما تيريش واه على الزهر عندي هاد النهار الزهر عندي هاد النهار مستحيل هادشي اللي كيوقع باي ذا واي راه ما لعبتش السيمانه كامله باش تكونوا واضحين ولا حيد كورة ناري كنتزقل بزاف حاس بالبيت غيجي بشوية خصني نخرج لي اللعابة ديالها عرفتش غنتصيد والله إلا عرفتها هي خافيرون هذا القرع يلا خا صالح انا تايخ فيك انا عارفك هذوك تماركيهم عارفك مشات لا 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 صعبة بيناتي والله يا ضربني بالرب يلا اخوتي
يلا اخوتي يلا اخا واخويا 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 اش هاد الباسات ما يمكنش واش كيدير شو ناري جابني على فمي ناري جابني على فمي غندير غندير شونجموات اوكي ما تلعب هاد اللعب سير اخا وسيمان يلا انت اللي غتجيب التعادل انت اللي غتجيب التعادل اخا وسيمان 97 اخا وسيمان وكدير لها بحال هكا الله يحشومه عليك بالله هي اخا صالح يلا لا مستريسي مستريسي هو دابا الدراري نقدر نجيبو التعادل والله يلا بزاف اصاحبي واه بزاف انت غير قرص هي اخويا هي واه ما يمكنش ياك زاق لي هادي ياك اخويا زاق لي هادي بيلانشي بيلانشي باينه بيلانشي يلا يلا نوض تقعد ليتس جو ما نخسروش الدراري لاعبين على المغرب يا اخوان واش لعب مع الجزائريين ونخسر الدراري واش هما لاباس الاخر والله يتا الاخر بالله شي صلاح ديالو هو كيدير وراه عطاني صلاح ديال جوميا صلاح ديالو كيجري جوج خطوات كيسخف عيقتي عليا والله حشومه والله شو هذا تا هو يا ويلي هذا صلاح جولد هذا واه خويا وات لا لا والله ما صلاح جولد هذا بالله تا والله ما صلاح جولد هذا قطع الله يدير في الخير قطع هاني هاني اخوتنا جزائريين بحال خوت حنايا ويلي الجزائر والمغرب خاوه ما بيناش ناش عداوه بيان سور هاني يا باي باي سلام لي صافي اللي كاين الاخوان بالنسبه للحلقه ديال اليوم كنتمنى انها تكون عجباتكم المهم درنا التحدي ولكن الفرقه اللي كانت عندنا صراحه ما كانش منساج ما عرفتش كان شي حاجه ماشي هذيك وسورتو انه انا شحال هذه ما لعبتش اوكي فالا عجبتكم الفيديو الاخوان ما تنساوش بيان سور اللايك كومونتير سبسكرايب الا مازال ما ابونيش سيروا تفرجوا في الفلوق اللي حطينا باش تعرفوا الفرقه اللي مشينا ليها في الطاليان اوكي هادشي اللي كاين الاخوان كان معكم دراس كنتمنى الفيديو تكون عجباتكم كنقول لكم تهلا اي Poppin' like I'm post to Watch out for the people that ain't close to Speak a little something you could toast to I ain't tryna hear about what you won't do Movin' like I'm into Hit the ground running like the